السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله شيخنا، بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخنا. قبل أسبوع يعني قفل يعني حجز في الح... في اسمه حجز من تطبيق نسك العمرة، يعني قفل العمرة يعني فقط كان للحجاج. فآخر يوم لما قفلوا فكان حجز مفتوح يوم آخر، بس جاء قرار من هناك من الحكومة إنه خلاص يوم هذا كمان ما في، يعني يوم الجمعة كان الناس حجزوا للعمرة، بس جاء قرار لا آخر يوم الخميس. فالناس راحوا يوم الجمعة لأنه كان ما كان يعرف أنه كان حجز، ما أدري إيش اسمه، أنه خلاص آخر يوم انتهى. فكان عندهم حجز يعني من التطبيق، حتى عندي كان حجز، فالناس راحوا عمرة. الآن سؤالي يا شيخنا، فلما راحوا هناك رجعوهم كلهم، فماذا عليهم دحين الآن يعني؟ وأيضا سؤال، هل إذا كان في عليه فدية، أول شيء كم عنده يعني فدية؟ هل كل شخص عنده فدية؟ وكيف الطريقة؟ ماذا يفعل دحين الآن؟ والشيء الآخر سؤال، في كان في صغار يعني، صغار يعني غير بالغين، 11 12 9 سنوات، فهم كمان معتمرين يعني أحرموه، فهل عليهم كمان فدية إذا كان في فدية؟ والشيء الآخر، هل يعني يلزم دحين يذبح فدية الآن خلال يعني دحين عرف أنه عنده فدية، ولا هل ينتظر إلين بعد الحج بعد ما ينزل السعر أو كده بعد الحج كده أسبوع أسبوعين، أو دحين لازم يعني يحاول أنه يسوي فدية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نحن من أجل هذا قلنا على الإنسان أن يتفقه في أحكام العمرة، على الإنسان أن يتفقه في أحكام العمرة قبل أن يذهب إليها. هذا لو أنه اشترط من حديث ضباعة بنت الزبير عند البخاري في كتاب الحج وكتاب النكاح وغيرهما، قالت يا رسول الله إني حاجة وإني شاكية يعني مريضة، قال حجي واشترطي، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فمن اشترط في عمرة أو في حج وحال بينه وبين نسكه شيء من إحصار ومنع أو من مرض يفك إحرامه ولا شيء عليه. هذا بالنسبة لمن اشترط. أما من لم يشترط وأحصر فهذا كما جاء في قول أهل العلم وفي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما منع من دخول مكة في الحديبية فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذبح وحلق وتحلل. هذه الخطوات يا عبد الباسط، يذبح دم ثم يحلق ثم يخلع إحرامه، لقول ربنا عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا هو الترتيب، وينبغي كان يسأل منذ ذلك اليوم وليس بعد أسبوعين، وليس بعد أسبوعين. إذن هذا عليه الآن أنه يلبس إحرامه مرة ثانية ويذبح ويحلق ثم ينزع إحرامه. طيب يأتي السؤال يقول ليس لي قدرة على قيمة ذبح الشاة. طيب أين يكون الذبح؟ يكون الذبح في المكان الذي أحصر فيه، يعني مثلا هو لما جاء ومعه تطبيق نسك ومعه تصريح العمرة الرسمي، ثم أتت التعليمات من الجهات الرسمية بأنه قد أوقفت العمرة، فنقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فمنع مثلا من الشميسي، منع من الجموم، خلاص هناك يذبح شاة في مكان الذي أحصر فيه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية ذبح هناك ثم يحلق ثم يتحلل. طيب يأتي الآن يقول أنا ما عندي إمكانية للذبح،
نقول تصوم 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع والقران. وبه قالت اللجنة الدائمة، وقاله شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع. إذن الحاصل الآن، الخلاصة الآن، يحلق يذبح يحلق ويتحلل، ما عنده قيمة للذبح فإنه يحلق ويتحلل ويصوم 10 أيام. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أمي وأبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ وتوفنا وانت راض عنا، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واصلح لنا نياتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع احوالنا، واجعل بلادنا من امن سخرها وسائر بلاد المسلمين. تم تحيل صوتيا في ظهيرة يوم السبت الاثنين خلونا من ذي الحجة الحرام عام 45 و400 الف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.